بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. وحسد دي تبنات كتاب كني الإيضاح في علم التصريف. كتاب كمر كينو سو بالله بيني وينكي سو شاقني إنو ككو بيهي مقدمة إيو شمباب. بابكي كوبات أغنى مهم سنة وإنو كسو فرح لني ولله الحمد على ذلك. وبابكي أها بابكي أفعال فعل كمجرد كأ هي مضارعي سي هي أوزانتي سي ووليب مركاسي وفنقشنا متكلا ولورنتري إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع. هل كان وحين نكب الله بينا قلبت إن شاء الله. باب الفعل المزيد وأنواعه. فعل كمزيد كاللو يقانه هي انت النوع او كلبحو ايين هلك بلابين. يقول المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى: لقد ذكرت ان للفعل المجرد اوزانا اربعه. حنصور شيغي بولي هي ان فعل كمجرد كاه وليهي أفر كفدوت أما أفر هالباك هي أفر تاسنا وفعل بفتح العين وفعل بكسر العين وفعل بضم العين وفعل لا ورباعية صدحنا ثلاثه منا رباعية. وهذه الأوزان نسميها المزيد عليها أوزان تاس إيادة أو حنكو مقعابي نابو ليهي كوى اللزياديو أما اللبيريو وإيادة مركي وحلقو كرديو أي فعل كايساق أيها مجرد كا مركي وحلقو كرديو فعل كاسوا بحاو حال إذا هذا مزيد إساق مركة أنواعي قيبله. والفعل المزيد هو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية. وحال إلى هذا متك اللغو كردي حرف أما حرف وحكا بضان أو اللبا يصدح متكودة حروف تيسي أصل كأهيد فعل كمزيد كاكاسة إلى هذا حروف تي أصل كأهيد وأما صدح أهيد أما أفر أهيد أو أما حرف لغو كردي أما اللبا لغو كردي أما صدح لغو كردي فعل كاسا وحال إلى هذا مزيد. ويسقط زيادة وين دعدا في التصاريف قد قدونك فعل كمركو إسباب بدل أيه أي زيادة دي دعدا لغير علة صرفية يضو عن علة صرفية أي سنكوك من أي إسكاد دعدا. وفي الباب مسائل كثيرة ماشا خط مطبع يا كتير مسائل أي كقرا لكن مسائل كثيرة وهي باب كمركا دور قضب ومهيمة أي كتير أولا كنقوه الرئي الزيادة فرت الزيادة ده إنه نوحس كان نراهنه. تنقسم الزيادة إلى قسمين هما زيادة وحي أقيب سنتا لبق قيبود وحين كليه زيادة حرف ليس من حروف الكلمة المزيدة عليها حرف لكردي أو لزيادي حرف كاسو أن كمد أهين حروف تا أي كلمة لكردين أما لزيادين يككو بنت تصالوه نقول نوع من دونا. وهذه الزيادة زيادة إيادة تأتي وحيكتم ويمنيسا من أحد الحروف العشرة
حروف تطبان كيه اللي يقان حروف الزيادة اللي يقانو أي كتما دا حروف تاسو كلا أسين إيا همزة لام إيا تا ميم إيا واو نون إيا يا ها إيا ألف ويجمعها وحان حروف تاك كل من إيا وأنتي هاد عن صور شغنون لكن سياد أحب دي سوحا كل من إيا قولك هذا الكادي سألتموني ها آتري سألتموني ها وطبعا كي حرف وهل أري لغا سمي يا هول استنم يدنا ودادو وشيغي ترين أيا كان وطبعا كا حرف هذه قلت دادا وادرادين كرتا كلمات كلا وطبعا كا حرف أتكو كل ميسو وأتكو حسوسته وتسمى وحان اللغو مقعابا زيادة ذا نوعنا زيادة محضة زيادة عط وبرحلة زيادة نماذا يدو سنشك كوتشرين محا زيادة محضة اللغو بحيي لأن الحرف الزائد فيها واضح معين كزيادة الهمزة في أفهم محا يلي حرف كزائد كأ وعديهاي وانا لما قعابي سيدا همزة كوتشرت أفهم إيه والألف وفي خاصمة ألف تخاصمة كوتشرت إيه والهمزة والتاء في اعتدل همزة إيه تاء ذا كلمة اعتدل كوتشرت إيه والهمزة والنون في انكسر نون تا إيه همزة كوتشرت كلمة انكسر إيه والهمزة والسين والتاء والهمزة والسين والتاء في استفعل همزة يسين تأي تعذا كترتو كلمة استفعل إن زيادة داسي زيادة نمدة دوالة يقانا وانا معين أو أفهم كلمة اللي يراها دو أصل كريبة فهماها همزة إني زائد كتها يوالا قرانيا خاصمنا خصموها اعتدلنا عدلوها انكسرنا كسروها استعملنا أما استفعلنا استفعل من هداين النري استفعل ذو وزنك لكن موزونك هي مثالك واستعمل هي استخرج هي استغفر هي وحل منه هي قنا عمل أبوها استعمل هي ألف تاس هي سين تا هي تا داس هي زيادة كوا تاسوا قيب كم إذا الزيادة ده. زيادة كلا ترته ومحيطها زيادة تكرار حرف من أصول الكلمة حرف كم مدأه حروف تأصل كيه كلمة ويكا كوبانتها أو لسوع العليو وهي زيادة داسنا وهذه الزيادة ده زيادة داس نوع أسهنا إما بتكرير أصل من غير فاصل بين الحرفين المكررين لابا مدن بين نقطة إن أصل كان لسوع العلي لابا دن حرف مركاسي مركي متكم إذا لسوع العلي سوء كاضي إن لوك لدحجرو والله دحيو وغالبا ما تكون بتكرير العين إنت بدن وحي زيادة نوع عسكتي مادا أما شيء اللي سوع العلين أيوة وعينته وعينته مركان لين هاي وإلى قرم يسا وكلمة دا أقوه الرئيس حرف أقوه الرئيس كلمة دا وحالي هذا فاء حرف كاللبادنا وحالي هذا عين أما حرف كالدحاء كصدحادنا وحالي هذا اللام ومركو ثلاثي جيها أدور رباعي هاينا لام تيبا مركلة لام الأولى هي لام الثانية أي نقنيسة بركة أنت بدن زيادة حرف للسوع العلية وحكتي ما داعينته مثل صدق كرم علم حطم تاسا غالبة وحاك لو دعي كرتا إن لامت للسوع العلية أو بتكرير اللام أما لامت للسوع العلية مثل تسالهان اغبر احمر اسمر
ويهن وإما وحاك لو دعي كرتا وإما بتكرير أصل كي وروحوك يري إن شيء لبدي حرف اللسوع العليي وحرف أبدا حيسوما وإما بتكرير أصل ما يكي وروحوها لبدي حرف اللسوع العليي التكرار كوكو يميد وأن لو دحينينو اسكوحيك صدق إيو كرم إيو علم إيو حطم إيو إغبر إيو إحمر إيو إسمر وإما بتكرير أصل مع الفصل أصل لسوع العلي لكن شيء حرف كل لسوع العلي إسكمحيكو والله بحرفه إسكوحيك تماهي حرف كلا أي أود حيو بين الحرفين المكررين لبدي حرف إيه لسوع العليي حرف باود حيا مثل تسالهن إحلو لا هذا اللام كوي وحل لسوع العليي وو باود حيس إعشو شبا شين كان لسوع العليي لكن وو باود حيس اسكم حيان لبدي شين وتسمى وحلو مقعب هذه الزيادة زيادة إذا زيادة غير محضة زيادة عن عدين وعن برح لأين محا زيادة عن عدين لو قب بحيي لأن الحرف الزائد حرف كزائد كأه أحد المكررين وعلى بضن لسوع العليم متكوط دون تعيين أحدهما يضو أن متكوطن العيمين إحلو لا كلمة إحلو لا ما اللام كحادة كحيقا ما سوى اللام كووي كدن بيه ما كلا ساري كرت لكن لبضو ضمدن بزيادة وكذلك إعشوشبا وأقول مد طيب باب كمسائل بضن بوليه كويري تاسي ومسألة كوبات زيادة هي إنت أي أقيب سنتو هي قابك أي تهينا هالكاس أي إن أوجد بينها كيف تعرف الحرف الزائد في الكلمة عن الحرف الأصلي فيها حرف كزائد كه هي حرف كأصلي سيداتو كلا قرميسا وحوليه مؤلفكو نعرفه بأحد طريقين وحانكو قرنينا لبا ودى متكوت لبا سيابوت با وينكو قرن كرنا مدهوري الطريقة الأولى الحرف الأصلي هو الذي يبقى في جميع التصاريف حرف كأصل كأ إلا هو أصله وحالوه يقارنا وباقي قد قدون كأي كلمة دن سميني سؤور دن إيا مراحشة أي مرايسو مروا البحروف في أصل كهي ماشا واتشوغا طبعا محاكوشي إلا لعلة صرفية لكن وادعي كرتا حيرر أي صرافت ليهين إن لوغو يسيد قل تاسي إيادة وعلة صرفية إيادنا معنى إذا حاوي حكم أهان حرف يوتشوغا لكن إعلال صرفية أي كل عين والحرف الزائد حرف كزائد كأنا هو الذي يحذف كان لحد فعل إلى ذا من بعض التصاريف تصاريف تأما قد قدون كأي كلمة سمين يسو ميلك كم إذا أمركو مريو حرف كي ودعا أما لما مثلا حرف كي ولا حد فعل فمثلا فهم كلمة فهم اللي إلى هذا مكون من أحرف أصلية هي وحيكا كوبانتها حروف أصله أه ف يها يميم فهما فهذا يميم كا يها داسيكا كوبانت نجدها حروفا وفادي هذه يميم كا وينهلينا في جميع ما يتصرف من هذه الفعل من ذلك الفعل فعل كان إساقا وح الله وحي كسر فوما إساق حقي سكسو تشيدو أردن فأداس يا هاداس يا ميم كاسي وانكوار كينا وما عداها زائد وحي كسو هري كوانا إنو زائد يهان مركا أغانينا أفهم إني همزادو زائد تهان أغانينا فاهم أيو النوضي ألفت كترتو قرد حيس فأدي هاد إني زائد تهان أغانينا فهم هذا لسوع العلي تكرار كأنه زايد هان وقانينا تفهم هذا سأيضا لسوع العلي وهو زيادة تكرار إني هذا سي
زيادة تانو قانينا استفهم عرفت همزة يسينت يتعظ إن أي زيادة تانو قانينا مفهوم فأدي هذه ميمك إلا وأصله إن إنت كلا زايدين بانو قانينا أو ميمك إيا ووغ مفهوم كتراء مركا أصلك طريقة سبحانه أصلك وحانكو قرانينا مدعي إلا لعلة صرفية إلا لعلة صرفية موغي وحكا لا سكلا ومدعي زيادة نوي دعيسا طريقة كلا ترتو الطريقة الثانية طريقة اللبادنا تأتي وإيماني تأتي بوزن الكلمة تأتي بوزن الكلمة كلمة وزن كيدي بالله إيمانيسا كلمة وزن كيدي كلمة كستا واللغة العربية وحيلاده ميزان هي كفضل لصارة أيلاده والوزن ميزان كاسا يعين لك الأحرف الأصلية ميزان كاسا وحكو عيما يا حروف تأصل كأ بمقابل الفاء من الوزن بالحرف الأول حرف كهرة ميزان كيسة وفاء حرف كهرة أصل لقاء من الموزون كل ميزان يو كلمة دن كفضل لساري حرف كيدا هرة فأدات كو أدنيسا وبمقابل العين من الوزن بالحرف الثاني الأصلي من الموزون كلمة لميزام يو حرف كذا لبعضنا عين تاتكو أدنيسا وبمقابل اللام من الوزن بالحرف الثالث الأصلي من الموزون كلمة لميزام يدنا أصل كا حرف كذا صدحادنا لام تأياتكو بيغيسا فمثلا اختصم كلمة اختصم ليرادو على وزن افتعل وي الفاء مقابل بالخاء فأذو حي أبيكتون تا خأضة والعين مقابل بالصاد عينتنا صادك أي أبيكتون تا أيضنا واللام مقابل بالميم لامتنا ميم كأي كؤادن تهي فأصل الكلمة مركة وخصمة أصل الكلمة وخصمة والحروف الزائدة حروف تزايد فيها في هذه الكلمة كلمة هي حروف تزايد ككوانا والهمزة في أول الفعل همزة فعل كأوه الرئيس اختصم يوتاء تعدى وبين الفاء والعين طريقة أنا وطريقة اللبات لغو قرتو زيادة هي أصلك او تاسي وحا سمين كرو ان مركا قفك صرفيغا يقارنا او صرفيغا ثمارتيسا ايو مرها لغا قرانا يماركي صرفيغا لبرتو واناغي كسو شاقني معرفة اصل الكلمة وزيادتها وحذفها كلمة اصل كيدا ان لي يقارنو ايو طبط الابنية ان لي يقارنو ايا لغا مارمانا مركا كاسي قفك صرفي لها أم باقران كريئة صرفي يقارن ميزان كإيو سيدا وحيابها موزون كإيو ميزان كإسوافتين كرا طريقة داسنا طريقة دا صرفي لها واللغو كلا قران كرا كلمة دا إيادا أصل كيدا إيو أصل كيدا إيو الزيادة دا واللغو كلا قران كرا تاسنا ومسألة كلا مسألة اللبات بابك كتر توحاوي إن لزيادة معان يطلبها المتكلم بها زيادة معني وضتا معناها سو اسكما إيمانين قف كان حالي كلمة دن كو حالي أيا أتشيدو أدن له معناها سو أدن له معني مركو مسكحة يمان كسور دعو أيو قف كان يعبر إياه مركا أريق عبر كي أن أريقاني أما اللفظيقاني وعبركي معاني دون ووحن لو تشيدو قفك أوربا إنو الشيغو وحكيري لأن الحرف الزائد لا يأتي إلا لمعنى حرف كان زيادة داء بلا معنى أم إيمان معنى أم بو إيمد وحن لو كرديي أريقان لو زيادية معنى
إن لبدلو أمل الزيادة وي ويه وانقرتي أن أولا الزيادة مركو نيري أو زيادة دي يقدن مركو واتان صور شاقني إنت النوع عيتهاي إيو سيدا اللغو كلا قرن إيو أصل كإيو زيادة ده مسألة دي صدح هذا قدن بيسيا إن زيادة دو أي حرف كان زايد كأ أو معنى وطنة إذن هو مسألة صدحات وباقة كتيرتا وحين وقد بينا مركة ثانيا قضب كاللبات أنواع الفعل المزيد فعل كان زائد كأه إلا فعل كي مجرد كوحنوب حني المزيد عليه أي رب حني سوما فعل كان للزيادة مركة الزيادة دي أصل كإسكوتش رأى أقسام بمركة ليه سي وانا لو تعريفي زيادة معنى هذا وانا لو شاقي أقسام تيس انت قيبوض أوك ربحا يرانك قلينا أما انت النوع أوك ربحو ينقسم الفعل المزيد إلى قسمين فعل كمزيد كألا بقي بوك ربحا هما وحينك ليهين مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي ثلاثي للزيادي والرباعي للزيادي اللي بضاس أوكلا بحا ديب أقول نقو صرف هو حسابته أوكلا والسلسلة اسكوة ذا مر والبا أفر تيسا روضي مجرد كأهيد أطباب كورا قصوا براتي مرنا كمار من ميسي أفر تيسا روض صدحنا ثلاثي بي هايين مدن الرباعي بوها صدح دي ثلاثي قاد محايا هايين فعلا يفعلا يفعلا مدنا وحياة رباعيو فعلى لا أي أهي مركا انتي ثلاثي أهيت وحلو يقانا مزيد الثلاثي سرتم رباعي قانا وحلو يقانا مزيد الرباعي إيقا مركا الله بيربيرين دونا الزيادين دونا كدبنا فعل لو يقانا مزيد أياك صبح دونا لابدا قيبود مركا أنكوهر مرنا قيبتو هوري محايا لي ويكتر يري وينك أسل سيني ويكتر يريين عفوا أنكوهر مرنو أولا مزيد الثلاثي كان ثلاثي جيه للزيادي ويكون على ثلاثة أنواع صدح نوع بإسنا نقن دونا قلبت إن شاء الله هل نوع بينكوك هفتوم الدونا ما يزاد فيه حرف واحد فصار رباعيا مثل قكر ديه هل حرف ثلاثي صدح بأسوما هل حرف بالقكر ديه مركا ما يقول نقول يا هل صدح لوجي وحيلم التهاي أفر لبو نوع على بعض مزيد ثلاثي وحوي ما يزاد فيه حرفان فصار خماسيا مثل لبو حرف لوجو كردي أو مركا شن نقضي صدح بو هل بلو كردي شن بو نقضي نوع صدح هذا وحوي ما يزاد فيه ثلاثة أحرف فصار سداسيا مثل بكر ديي صدح ومركا النقضي لح اللي صدح بواي صدح دي القدرة واللح وماشي وذا دي هرديه تيرين ثلاثي ثلث كي لغو زيادية ثلاثي ثلثان لغو زيادية هي ثلاثي ما هي ثلاثي ثلثان لغو زيادية هي ثلاثي مثله لغو زيادية ماشي دي تيرين وي صدح ذا النوع أيو ثلاثي للزيادية وكلبها النوع الأول أنكو باللون مرك النوع الأول محوها مزيد ثلاثي بحرف واحد وثلاثي هالحرف لغو كردي ومركا أفر نقضي رباعي نقضي وله ثلاثة أوزان صدح كفدود بوليها أما صدح الباك أو قياسية قياسنا هي وحيك ليه زيادة همزة القطع همزة لو يقان همزة القطع إن لو كردية فعلك في أول الفعل ولو فعلك أول كيس لو كردية فعلك الثلاثي الثلاثي جاءها ليصير سوى هذا على وزن أفعل وزن كان أفعل لو يقان وزن كان أفعل اللي يراد أي نقنية مرك أفعل وصرع صب وأضمان تبرثي وميزان وكفد عصب وقالب عصب وأضمان تبرثي ثلاثي بوها فعلوها همزة القطع همزة اللي هذا أي الوكر دي أفعل أي النقضي تسألوين بوكسية وحوكو يرفتح
ayaad taqaanay oo facala aftahay noqotay fariha taqaano facila afrahay noqotay karuma ayaa taqaanay oo facula akrama ayay noqotay marka tusaalooyinkiisina waa aftaxa afraxa akrama isla markaana aad tilqaa'iyan aada u garanayso shayga la kordhiyey inuu yahay hamzada hamzatulqadciga loo yaqaano waayahay wuxuu ku yiri muallifku watasdaadu hamzatulqadci hamzatulqadcigii way ziyaadaysaa لأجل معان معاني درادت بي الزيادة معاني داسو أشهرها التعدية إنو فعل كي لازم بوهاي فعل متعدية أو النغضة أي معنو وحاوية جعل الفعل اللازم متعديا فعل كي لازم كاها وفعل متعدية اللي قرده إلى مفعول واحد مفعول هل مفعول نؤتلاه مثل تساري البكسية بمعنى فعل كي وهدو أطلابي دونه هدو حتى متعديها وهمزة القطع إيه قشه لما مفعول بو أطلابي دونه هدو متعديها ولو مفعول أسران وقادم ترينه صدح مفعول بو أطلابي دونه وهكذا أدو همزة ذني وحي سيني سا أود وحاوي قراده سي وكاكرنه أو قراده كالاقاره انت أنا نقود وقالين سي فعل كا وحي نو قيبين إنا مرارك غار وحالله قيبيا فعل تعدي أي فعل لازمة فعل لازم محل إذا هذا وفعلك كؤك فعل كيسة إيه سقون إس كؤك كيسة مي هي دعدة دي وحوم الرف سنة خرج وبحي خرج وبحي قف كي وبحي مفعول مقاطع وفعل لازمة من نوع تعديه وفعلك تعديه ضربه وقراعي ضربه وقراعي أي garaacan iyo qofkii garaacay kaliya kuma eke cid kale oo la garaacaa jirta kaa la garaacay mafcuul baa la yidhaahdaa marka ficilku markuu mafcuul u tallaabana waxaa la yidhaahdaa ficil mutacaddi ah ficil laba mafcuul u tallaabaa jira ficil saddex mafcuul u tallaabaa jira wahaa kada hamzatul qadciga marka ziyaadada ah macaanida ay kordhinayso iyo sababta loo ziyaadiyey waxaa weeye inay ficilkii laasimka ahaa tacaddi ka dhigto فعلك لازم كها إني تلابسه أي مفعول تلابسه هادو هل مفعول قادن ترينا لبا مفعول أيو تلابسه هادو لبا مفعول قادن ترينا صدح مفعول أيو تلابسه وشدد وأنت إن شاء الله مرك وضل مرينا أمثلة وين قد الأردينا خرج الخادم تعدي بها خرج الخادم نينك خادم كها بحي همزة القطع بعد جلسة أخرجت الخادمة خادم كيف بحيوي ذهب التلميذ إلى المدرسة أردقي سكولكو آذي أذهبت التلميذ أردقي باموحان أتسيي أما أن أدري إلى المدرسة أذهبت وذهب دي با وحديك كايمد وأردقي قدر دعي هي مفعول هي فعل أهن مدرسة الآذية طيب فإذا كان الفعل المجرد فعل كمجرد كهدوية متعديا لمفعول واحد من هالمفعول تلا وصار وحوهانا يا بزيادة همزة القطع همزة القطع مركي لغو زيادة متعديا إلى مفعولين من لما مفعول تلا مثل تسالهان لبس عمر ثوبا لبس عمر ثوبا باتقاني وفعل عادي ومتعدي لبس همزة القطع باتكو زيادة السيم حاتري ألبست عمرا ثوبا ألبست وحان أحري عمرا ننك عمرا يا ثوبا مرا أحري ألبست دي مانتا فاعلك يدي واتاداس كنبا أديقا هاللية ومقعويال عمرا نوا مفعول كي كبات ثوبا نوا مفعول كي لبات فهما التلميذ الدرس أرضيجي وحوف همي درسجي أقاطي وفعل متعدي عاديا همزة القطع بات قدرتي محيو كردنيسا مفعول بات بوت اللابنيسا ومحادي أفهمت التلميذ الدرس أرضيجي بوحان فهنسي درسجي سمع مصعب صوتا مصعب حوم مغلي عرب مغلي صوت فعل متعدي عادي وهمزة القطع بات كوزياليسي أسمعت مصعبا مصعب حان مقشيي صوتا مفعول لباب بوت اللوض وإذا كان الفعل فعل كهدوية المجرد أي مجرد كه متعديا مدو طلابة لمفعولين لما مفعول صار وحوهانيا بزيادة همزة القطع
متعديا مدو تلاب إلى ثلاثة مفاعيل مثل تسالهان وحوكو يري فعل كمجرد كهدو أصلهان أهاب مدو تلاب لبا مفعول همزة القطع يعني محي كردي نيسا وحي كردي نيسا فعل كيبي وحي أوت الله بنيسا صدح مفعول بأوت الله بنيسا تصال ياشي قبس مرك علمت أحمد حاضرا فعل كان علم لما مفعول بغاتا علمت وحانو قاذي أحمد ومفعول كي كوبات حاضرا ومفعول كي لبات همزة القطع هدان كدرنا بل محي أكردين وحي أكردين مفعول صدحات بأوت الله بن ومحاضيه أعلمت أحمد أخاه حاضرا أعلمت وحان أغيسي أحمد نينك أحمد ليلة هذا أخاه ولالك حاضرا نتشوغ إنوية صدح مفعول بمك أوت الله بيس علمت زيدا كريما وحان أغادي إن زيد نينك ليلة هذا يهينن كريم أو قعنفرا أو ديقسي صدح مفعول بمك همزة القدع أوت الله بنيسا أو محاق أوران أعلمت عمرا زيدا كريما أعلمت عمرا عمر وحان أغيسي زيدا نينك زيدا إلى هذا كريما إنو يهي وهكذا ساسات قوة ديسا أفعاش أوردن كي لازم كأهانا تعدي بي كدقي همزدي كي لبدا مفعول قادنا يينا كي هالك مفعول قادنا يلا بي أطلاب كي لبدا قادنا يينا صدح بي أطلاب وهكذا في جلس وأجلس علم وأعلم نبأ وأنبأ. طيب زيادة وحنو ملينا يا نساعي لبا دقيقة كهده وحنو كو قادرين لبا دقيقة زيادة ألف بين الياء والعين زيادة ألف ألف للزيادية بين الفاء والعين ده فادي عين تدحضو ده إلا نوعي كوبات بصدح وحولها صراط همزة همزة مداس أفعلاء مد الله بعدنا وحوي زيادة ألف ألف للزيادة بين الفاء والعين فأدى عينك لحظة وظل يصير الفعل فعل كسيو هذا الثلاثي وثلاثي على وزن فاعل فعلوك وهاي ألف بعد حد كزيادة نيسا فأدى عينك لحظة مرك فاعل به مثل تسالهن نصر ناصر سلم سالم طيب نصرها ناصر سلم سالم وهكذا قتل قاتل وهكذا وتزداد الألف ألفتي وزيادة يساء لمعان لأجل معان بأزيادة يساء أشهرها وحاسة وعنسا معاني دورها إلا ذا لكن وعنسا المشاركة إن لو ذاقوا فعلك وهي مشاركتنا الدلالة تصم وهي على أن الفعل فعل كماشا كدعي حادث إنو يهي متكدعي من الفاعل والمفعول أول حتى قال فاعل وحسمايه هي مفعول للظلمية أي تقارنا وحلو سمايه لكن سرتني وحيكوفا إذا نيسا مررك قار وحاد عدا فعلك إنو فاعلك هي مفعولك به وكسو تشيده ويدا قال لمن مثلا وحبي وذاقين مثلا وهكذا فعلك اللي بضو ضبا وكسو تشيده تسالها آيات كقرا من الفاعل والمفعول معا مثل ضارب مسعود عامرا مسعود يا عامر ويستمان ويسقراعين ويسقراعين ونبا نبقون يا قراعين ما يجب اسقراعي ودا قال لمي فالضرب قراعست حادث من الاثنين لبضب حقه ذو كسوتشيدا وهكذا في قاتل دقالك لاكم فرتنك عامل جادل شاعر خاصم جادل وهكذا ساسي نقنيسا قيبت الصدحات أما صرت الصدحات وحين نقنيسا زيادة حرف من جنس عين المجرد ثلاثي فعلك مجرد كهي ثلاثي كهي عين تيسة أو حرف لغو الزيادية التضعيف وهي معنى هذا عينتي أمبال لسوع العلينية ليصير سوى هذا على وزن فعلا أو عينت الله شده مثل تسالهان صدق آيات قاني أو دالك أوسنشنين صدق آياتري علم آياتري علم نظف أيوها نظف آياتري مركا عينتا لتقراري لسوع العلي إيادنا والزيادة وهي ويزداد التضعيف تضعيف كي وزيادة لمعان لأجل معان معاني درادة أشهرها وحاسة وعنسا المبالغة والتكثير مبالغة هي تكثير بدن باو عنسا أو التعدية نوار نقطة مثل تسال أهان طاف الحاج الكعبة حاجي وحو طوافي كعبدي
طاف فعل ثلاثي وليبه معتل العين وي عين تيسو أي ووتها وودي نفسد هذه التكرار كسميه هي تضعيف سي مبالغة ونقطة وحاضي سامركا طوف الحاج الكعبة حاجي كعبة دي بو تطوافي أي أكثر الطواف طواف كي بو بديي زيادة المركة عين تلا زيادة لتضعيفية وحي كردي ليس مبالغة هي فعل كان إنو بكثرة إنو يهي أي كردي ليس قتل قاتل أي أكثر القتل ميا قتل قتل وطال الله شيدو ذبح ذبح أي أكثر الذبح قور عيب بديه فرح أحمد فرحته كنوا تعدي أي يتعدى إلى مفعول واحد فهم الطالب درسا طالب كيبا أرض كيبا درس كي فهمي فهمته درسا أي يتعدى إلى مفعول ثان أي أتلا بنيا وهكذا سلاس وكلي آيات فيه.